بمناسبة الأطفال هنتعرف على طفل دلوقتي اسمه آدم حمادة، عمره سنة وأربع شهور. الحقيقة دخل مستشفى خاص بمنطقة 6 أكتوبر لإجراء عملية إغلاق ثقب بالقلب، وخرج من العملية حسب المعلومات وحسب المقطع اللي احنا بنعرضه دلوقتي بالشكل اللي احنا شايفينه على الشاشة. آدم معرض بكل أسف لبتر ساقه خلال أيام، ووالده بيحاول ينقذه وهو معانا دلوقتي على الهاتف مباشرة. الأستاذ حمادة ناصر والد آدم، يا ترى إيه الوضع يا فندم، وإيه اللي وصل الحالة اللي احنا شايفينه ده؟ مساء الخير. خير أستاذ معتز، أنا أولا بحب أشكر حضرتك عشان أنت راجل إعلام ومحترم وراجل صوت الحق. شكرا يا فندم. انا وديت ابني استاذ معتز عشان يعمل عمليه اغلاق ثقب في القلب بين البطينين في 10 رمضان اللي فات. المهم عمل التحاليل والاشاعات اللازمه واتحجز 3 ايام واتعمل له تحاليل صوره دم كامله وتحليل تجلط دموي وكل التحاليل اللازمه لاي حد بيعملها قبل العمليه عملها. قالوا لي تمام ودخلوا ابني عشان يعمل عمليه. دخل عمل العملية وكله تمام، وطلع من العملية دخل الرعاية المركزة، قعد 5 ايام في غرفة الرعاية المركزة. المهم وانا اكتشفت وهو في الرعاية بصيت لقيت رجله اليمين مربوطة في السرير. بسأل الدكتور الناس المختصة بالرعاية ده ايه؟ قالوا له والله ده اجراء احترازي علشان خاطر ما يقعش او يتقلب عشان خاطر الجرح اللي في صدره. قلت تمام مفيش اي مشكلة. 5 يوم بيطلعوه، كانوا طلبوا مني اجيب شراب البسه لابني، شراب من اللي هو العادي اللي بيتلبس في الرجل ده. جبت الشراب ولبسه، ثم بعد ما الطفل حالته اتحسنت قالوا لي خده ومشيه في الطرقه شويه وهاته لنا عشان يومين وهيخرج من الرعايه. قلت تمام. المهم طلعت استاذ معتز انا ووالدته، ببص في الطرقه لقيت نسبه زراء في رجله يعني حوالي ملي بالظبط، ملي في الخمس صوابع يعني ملي ما يذكرش. المهم توجهت مشكورا بلغت الناس اللي مسؤوله عن الرعايه، قلت لهم والله في زراء في الاطارف الخمسه بتاعت رجل ابني اليمين. قالوا لي الدكتور ده من ايه؟ فات يومين وبسال عملته ايه؟ الممرض المحترم اللي مسؤول عن الرعايه اللي مسؤول عن ابني قال لي والله انا نسيت ابلغ الدكتور، بكشف رجل ابني لقيت الصوابع كلها اسودت، يعني من ملي للصوابع كلها الخمس صوابع لاخرها. الممرض قال لك انه نسي يبلغ الدكتور؟ نسي. ايوه يا فندم. طيب الممرض قال لي نسيت، وجاب لي رئيسه الممرضين سالت لي ايه اللي حصل؟ قالت لي انا حجزيه. يجزيه ازاي؟ ايه يعني يتخصم منه يوم او اثنين او ثلاثه او شهر؟ ايه يعني 500 جنيه او 1000 جنيه يتخصموا من مرتبه يكون سبب في ضياع رجل ابني بسبب الاهمال؟ طب ووضع وضع الكارثه بقى اللي حصلت اكتر من كده استاذ معتز ايه هي؟ قلت لهم والله ده من ايه؟ قالوا لي ده احتمال كبير، ده من بروده التكييف، ده من بروده التكييف، ده احتمال ده يعني في دكتور ده اللي قال لك، في دكتور بيقول لك كده ولا دول؟ قال لي ايوه الدكتور قال لي كده، قال لي ده من بروده التكييف. دكتور مشكورا مسؤول في الرعايه المركزه قال لي دي بروده التكييف. قلت له مفيش مشكله. قال لي عندك في رجله وان شاء الله يومين وهتبقى تمام. جاب دفايه بالكهرباء يا فندم بخرطوم يجيب هواء سخن على رجل ابني لمده 3 ايام لغايه ما رجل ابني طلعت متفحمه زي ما حضرتك شفت. ولغايه دلوقتي وانت بتكلمنا وهي بهذا المنظر يا فندم، كل يوم رجل ابني بتسوق، كانت الاول في اصابع دلوقتي نص القدم نشفت، عملت شفت يا فندم الحديد الصلب اللي ما بينتناش تضغط عليها مفيش اي ليونه. فانت محتاج انت محتاج دلوقتي يعني تدخل سريع جدا طبي لانقاذ الولد. يا فندم محدش اتدخل، انا رحت اول ما اكتشفت قالوا لي لازم بتر، وقالوا لي ده تجلط دموي واحنا ما اكتشفناش الموضوع، ويعني سابوا الحاله لغايه ما فقت. اتوجهت عملت محضر اول 6 اكتوبر يوم 1/7، والنيابه مشكورا طلبت معاينه الطفل للطب الشرعي، الطب الشرعي راح يوم 4/7 علشان يبص على حاله الطفل ويكتب التقرير بتاعه، راحوا مشكورين لغايه النهارده التقرير الطبي بتاع الطب الشرعي ما طلعش.
ورحت مشكوره لوزاره الصحه للدكتور علي محروس رئيس لجنه العلاج الحر والتراخيص والهيئات الغير حكوميه. بعت لي ثلاث اطباء مشكورين من وزاره الصحه راحوا بصوا على رجل ابني وبعد ما شافوها عشان يعملوا التقرير من يوم 7/7 لغايه النهارده التقرير ما طلعش. وكل يوم استاذ اتصل عليا استاذ حماده استاذ حماده استاذ حماده خليك معايا بعد اذنك لانه السؤال هو مصير رجل او وش القدم بتاع حماده ايه بغض النظر بقى دلوقتي مين المسؤول او كده. احنا عايزين نلحق الولد. معايا دلوقتي الدكتور علي محروس وهو رئيس الاداره المركزيه للعلاج الحر والتراخيص. يا ترى تقدر تقدم ايه لهذه الحاله يا دكتور علي؟ مساء الخير دكتور علي محروس. معايا مساء الخير. مش معايا في مشكله في الاتصال اعرف بس. طيب هو على فكره يعني المشكله انه الولد وصل لمرحله اعتقد انه محتاج تدخل سريع جدا لانقاذ. زي ما انتم شفتوا المنظر صعب قوي قوي بتاع الادم وده كله يعني بغض النظر عن تحديد اذا كان ده اهمال ولا ممرض نسي. المهم دلوقتي انه يتلحق. دكتور علي محروس معايا على الهوا. مساء الخير. مساء الخير يا معتز، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا دكتور علي. اللي مش عارف انت متابع البرنامج ولا لا، انما منظر متابعه وسامع كلام والد ادم كله. انا متابع حاله ادم وابو ادم، عارف هذا الكلام من اول يوم اتحركت شكلت لجنه نزلت المستشفى ورفعت تقرير عن حاله رجل ادم وحولت الموضوع للجنه عليا لان عشان يحكموا لنا بس في رجل الطفل ايه اللي ممكن يتعمل فيها واذا كان في اداله طبيه لمستشفى ساعات كفايه فيه ولا لا. تمام؟ طب ما هو دلوقتي مع كثره اللجان دي رجله يعني انا خايف تروح كده الولد. لا هو حضرتك القرار اللي خدوه في المستشفى من الاول بكر للصوابع. تمام؟ والد ادم طبعا شيء بالنسبه له شيء مخيف وشيء مبزع لما سمع هذا القرار. قلت له بعته للدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قطاع مكتب الوزير على اساس ان احنا ممكن نحوله لاي مستشفى ثانيه. يعني دلوقتي تعالى ناخدها واحده واحده. في قرار صادر ببتر الصوابع. لا في المستشفى، في المستشفى اللي الطفل فيها. فأنت عايز تعرضه على مستشفى آخر علشان تاخد رأي آخر طبي لعل وعسى ممكن يبقى يعني تنقذ الصوابع ما تتبترش. الحالة حضرتك لما بتتعرض على أي طبيب في مكان تاني عارف إن القرار تقريبا هو نفس القرار، فمش عايز يشيل تبعية الموضوع عشان ما يتعرضش لمسألة قانونية لأنه عارف إن الموضوع متحول في النيابة. طب دلوقتي بعيدا عن المسار القانوني احنا عايزين ناخد اجراء سريع لانقاذ رجل الولد، ايه المطلوب يتعمل؟ انا قلت لابو ادم قلت له الاجراء القانوني قصه ورجل ابنك وصحه ابنك قصه ثانيه خالص يا ابو ادم، ووالدته بتكلمني برضه كل يوم وليها ميعاد معايا تجيني بكره. انا قلت له اطلع لك ناس تودي الطفل لاي مستشفى حكوميه من المستشاريين يشوفوا رجل الطفل ويقولوا القرار ايه. إذا القرار متقبل أهلا وسهلا. هو كل مشكلته خايف يخرج من المستشفى سعاد وما يلاقيش حد يعالجه تاني. أنا بقول لحضرتك هو ده الموضوع. إحنا الساعة دلوقتي حوالي 9:15 على الهوا. أنا شايف إن هو يروح مش بعد 24 ساعة، يروح دلوقتي على طول علشان لو في حاجة تتلحق يبقى في. مش عايزين نقعد نشكل لجان، إحنا عايزين نلحق رجل الولد وبعد كده نبقى يجيب الطفل ويجي الساعه 9 الصبح نعرضه على اي استشاريين يشوفوا رجله ويقولوا القرار ايه. 9 صباحا وهو عارف مكانك بقى ايا كان. طيب يا استاذ حماده خلاص سمعت من الدكتور، ممكن تروح له الساعه 9 صباحا بعد اذنك؟ انا رحت للدكتور اكتر من مره يا استاذ معتز، ودلوقتي القصه دي بقى لها اكتر من شهر وكل يوم الحاله بتسوء. يا ابو ادم كل مره يقول تسالني في تقرير اللجنه ايه عشان النيابه، ما بتسالنيش عشان طب تقرير اللجنه يا دكتور علي. يا دكتور علي انت ما قلتليش ان الدكاتره بتوع اللجنه بيصيفوا في الساحل الشمالي يا دكتور علي. لا قلت لك الفتره دي فتره اجازات واجتماع الدكاترة بيصيفوا وانا مش عارف اجمع الثلاث. بقول لك ايه يا استاذ حماده، يعني ايه معنى كلمه اجازات يا دكتور علي؟ يا دكتور علي الصحه
اشوفك دكتور علي. دكتور علي اسمعوني يا جماعه، دلوقتي مش وقت، دلوقتي مش وقت عتاب، ولا انت قلت لي ولا انت عملت لي. الساعه 9 الصبح بكره يتم اجراء سريع لاتخاذ خطوه في محاوله لانقاذ رجل الولد لو سمحت. يعني انت بتشاركني في الراي يا استاذ معتز ان صحه الطفل اهم دلوقتي، والنيابه والقانون تاخد الاجراءات بعد. مظبوط يا 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 حماده، حماده تروح للدكتور علي، منتظرك 9 صباحا، واحنا عندنا ان شاء الله حلقه على الهواء هنتابع ايه اللي حصل في هذا الموضوع. شكرا للطرفين وكل التمنيات الطيبه لادم الحقيقه اللي هو ملوش اي ذنب، ان هو يعني ولد رضيع يعني سنه واربع شهور ومستقبله يعني مش عايز اقول ربنا معاه ان شاء الله، واتمنى من كل قلبي ان يبقى فيه حلول علشان يخرج من هذه الازمه يعني سالما معافا ان شاء الله.